صدقوا بالأغلبية تم على التقرير الأدبي والتقرير المالي، وإن شاء الله رانا راح قدمنا لهم لو بلون داكسيون تاعنا تاع العام الجاي إن شاء الله، باش إن شاء الله نحقوا لي زوبجيكتيف تاعنا ونطوروا الكرة الطائرة الجزائرية إن شاء الله باش نعاودوا ناخذوا المكان تاعنا في إفريقيا. الجمعية العامة جرت في ظروف حسنة، وكان التقرير الأدبي والتقرير المالي يعني جازوا مصادقة عليهم، كانت يعني بالأغلبية يعني نقدر نقولوا ساحقة. بالنسبة للتقريرين الأدبي والمالي يعني كانت عليهم المصادقة بالأغلبية الساحقة، ولكن هذا ما يخفيش باللي يعني كاين بعض النقاط اللي طرقت لها الجمعية العامة وحثت لها، سواء من جانب الأدبي خاصة بالنسبة للمستوى اللي راه تعيش كرة الطائرة حاليا، يعني ما لازمش نكذبوا على رواحنا بالمستوى تاع هذه اللعبة، يعني انخفض مقارنة بالسابق، وين حاثين على لازم العودة إلى العمل التكوين وإيجاد حلول يعني جذرية في عمل التكوين.